هو أيقونة الطرب السورية والعربية، رسول تراث حلب العريق إلى العالم. مسيرته جسدت رسالة الفن الملتزم، حاك الكبار بفنه وأطرب الجيل الجديد، خطى إلى العالمية بقوة وحجز لنفسه مكانة بين الخالدين في عالم الفن. إنه الكبير صباح فخري، أسطورة حلب وشيخ المطربين، في هذه الحلقة الجديدة من قناة قصة حياة. اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. قصة حياة وأسرار صباح فخري، شيخ المطربين وأسطورة حلب. ورد ذكره في موسوعة مايكروسوفت الإنكارتا بصفته رمزا من رموز الغناء العربي الأصيل، وسجل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأدائه المميز والفريد في فونزويلا، حيث غنى لمدة 10 ساعات متواصلة دون توقف عام 1968. صباح الدين أبو قوس ولد في 2 أيار عام 1933 في مدينة حلب السورية. والده الشيخ محمد رحمة مقرئ للقرآن وشيخ طريقة صوفية، وهذا ما جعله يحفظ القرآن غيبا، إضافة إلى عدد كبير من دواوين الشعراء العرب. والدته تأتي من أسرة دينية ذات تقاليد في الإنشاد وحلقات الذكر. كان صباح في صغره مؤذنا في جامع الروضة في حلب، وفي شبابه موظفا في أوقاف حلب. في سنيه العشر الأولى بدأت تظهر موهبته. يقول أن زوج أخته اكتشف موهبته وكان يحب بكاءه. التحق بالمدرسة القرآنية في حلب، حيث تعلم مبادئ العربية وعلوم البيان والتجويد والدين الإسلامي. أول موال له علمته إياه صديقة والدته، وقد كان غرد يا بلبل وسل الناس بتغريدك. واستمرت جلساته مع صديقات والدته وبدأ يتعلم منهن بعض الأغاني. اصطحبه أخوه الأكبر عبد الهادي إلى مجالس الطرب، وهناك تعرف على عازف العود والملحن السوري محمد رجب، فتعلم منه موشح يا هلال غاب عني واحتجب. في بدايته غنى في الموالد والمآتم ليسمعه الناس. درس صباح الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في معهد حلب للموسيقى، وبعد ذلك في معهد دمشق، وتخرج من المعهد الموسيقي الشرقي عام 1948 في دمشق، وذلك بعد أن درس الموشحات والإيقاعات ورقص السماح والقصائد والأدوار والسولفيج والعزف على العود، ومن أساتذته أعلام الموسيقى العربية كبار الموسيقيين السوريين الشيخ علي الدرويش والشيخ عمر البطش ومجد العقيلي ونديم وإبراهيم الدرويش ومحمد رجب وعزيز غنام. أما اسمه الفني فخري، فقد أعطاه إياه الزعيم السوري القومي فخري البارودي الذي رعى موهبته. في العام 1948 غنى صباح فخري في دمشق أمام الرئيس السوري شكري القواتلي ورئيس الوزراء جميل مردم بيك. عمل الفنان صباح فخري على مدى 50 عاما على إعادة إحياء وتطوير الأشكال الموسيقية القديمة كالموشحات والقدود الحلبية، وقد أصر أن ترتبط شهرته بالإرث الفني في موطنه السوريا. له العديد من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والإذاعية، نذكر منها فيلم الوادي الكبير مع المطربة وردة الجزائرية، كما شارك في فيلم الصعاليك عام 1965 مع دوريد لحام ومريم فخر الدين، ومسلسل نغم الأمس مع رفيق سبيعي وصباح الجزائري. وقد سجل صباح فخري ما يقرب من 160 لحنا ما بين أغنية وقصيدة ودور وموشح وموال وقد،
حفاظا على التراث الموسيقي العربي التي تنفرد وتشتهر به حلب، كما شارك في البرنامج التلفزيوني أسماء الله الحسنى مع عبد الرحمن آل رشي ومنى واصف وزينات قدسية، إلى جانب مشاركته في المسلسل الإذاعي زرياب. لحن صباح فخري وغنى قصائد شعرية لأبي الطيب المتنبي، أبو فراس الحمداني وغيرهما، كما لحن وغنى لشعراء معاصرين نذكر منهم فؤاد اليازجي، أنطوان شعراوي، الدكتور جلال الدهان، كما غنى في كثير من المهرجانات في سوريا، الأردن، لبنان، العراق، تونس، المغرب، مصر، فرنسا، قطر، الكويت، ومن أشهر أغانيه سيبوني يا ناس، يا حادي العيس، ومالك يا حلوة مالك، خمرة الحب، ويا طيرة طيري، وفوق الناخل، وقدك المياس، ويا مال الشام، وموشحات، ويا شادي الألحان، وبعت لي جواب، وآه يا حلو. من إنتاجه في الأسواق 5 أسطوانات كبيرة و20 كاسيت صوت مدة ساعة، وإلى جانب عدد كبير من الأسطوانات والكاسيتات المطبوعة بشكل غير قانوني. حصد صباح فخري عبر مسيرته الكثير من الجوائز وشهادات التقدير من جامعات وهيئات أمريكية لجهوده المبذولة في إحياء التراث العربي الأصيل، كما غنى في قاعة نوبل للسلام في السويد وفي قاعة بيتهوفن في بون بألمانيا، كما غنى في قاعة قصر المؤتمرات في باريس. إلى جانب ذلك تم تكريمه على أعلى المستويات، حيث قلده الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة وسام تونس الثقافي عام 1975، كما حاز على وسام التكريم من جلالة السلطان قابوس عام 2000، ونال الميدالية الذهبية في مهرجان الأغنية العربية في دمشق عام 1978، ناهيك عن حصوله على وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة الذي قلده له الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد عام 2007 في دمشق. ومن أهم المناصب التي شغلها اختير نقيبا للفنانين في سوريا لأكثر من مرة، قدم خلالها خدمات جليلة للنقابة وأعضائها، كما تم انتخابه نائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب، وكان له دور بارز في الاتحاد. إلى جانب ذلك انتخب عضوا في مجلس الشعب في سوريا في دورته التشريعية السابعة لعام 1998 كممثل عن الفنانين، وشارك في اللجنة العليا لمهرجان المحبة في اللاذقية، كما شارك في اللجنة العليا لمهرجان الأغنية السورية، ومديرا عاما للمهرجان الأول والثامن. تزوج الفنان صباح فخري مرتين، الزوجة الأولى أنجبت له 3 أولاد، محمد وعمر وطريف، وتوفيت، فتزوج بعدها زوجته الثانية التي تزوجها وهي ابنة 14 عاما، ويقول أنه رباها فشعرت معه بحنان الأب وعطف الأخ وحب الزوج، فأنجبت له ابنا واحدا هو المطرب أنس صباح فخري، ويؤكد أنه لا يفرق بين أبنائه حتى لا تتسرب بينهم الغيرة. سمعه الموسيقار محمد عبد الوهاب وقال له: مثلك بلغ القمة ولا يوجد ما أعطيك إياه. وبقي الاثنان صديقين حتى رحيل محمد عبد الوهاب، كما عرف عن الفنان صباح فخري حبه للفنانة سعاد محمد، إذ كان يعتبرها من الأصوات المميزة التي لم تنل حظها، وكذلك الأمر بالنسبة للفنانة ربا الجمال. من أهم أقواله في الفن: موجة الأغاني الشبابية زبد في بحر الغناء العربي الأصيل والزبد يزول. وعن مسيرته الفنية صرح: أنا الحلبي صباح فخري، واحد من اثنين دخلا كل بيت عربي، أم كلثوم وأنا، وهذا ما سأقدمه لمدينة حلب. وأضاف في تصريح آخر: أريد أن يعرف الجميع أن صباح فخري ليس صوتا جميلا وحسب، بل هو دارس وحافظ للتراث العربي. التراث كان موجودا ومتاحا للجميع، أنا أخذته، ولكن تعبت في تشذيبه ليكون معاصرا، لم أصل إلى الشهرة بسهولة.
اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.